معايا الشيخ نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد في مصر. شيخ نبيل، مساء الخير. مساء النور يا استاذ. ازاي حضرتك؟ سلام ليك وللساده المحترمين دكتور كمال الحبيب. سعاده اللواء محمود زاهر. شيخ نبيل ازاي؟ طيب الله يخليك. سعاده اللواء يا شيخنا، اتلخبطنا. شيخ نبيل، شيخ نبيل، احنا بنتكلم على نقطه معينه. هل بصمات اللي حصل النهارده في رفح، احنا امام عمليه انتحاريه ومتفجرات في العربيه، واللي حصل في محاولة اغتيال وزير الداخلية، هي بصمات واحدة من معرفتك لهذه الفصائل؟ هي كلها تنظيمات واحدة وتعددت مسمياتها، إلا أن نهجها واحد وهو نهج تنظيم القاعدة. ودول طبعا يعني هو دي بصماتهم في العمليات، ولكن اللي أنا عاوز أطمن الشعب المصري عليه أن العمليات دي هتنحصر وهتخمد ولن تتصاعد على غرار العراق او غيرها، لان العمليه الانتحاريه عاده تحتاج الى دفعه معنويه عاليه جدا، صعب ان انت تجدها الا في حاله وجود استعمار خارجي. لذلك هي منتشره في العراق او في افغانستان، انما في مصر ما فيش الوازع القوي اللي هيخلي الناس دي تستمر. يعني انت تتوقع انها حتى لا تخرج عن حي سيناء؟ لا مش هتخرج عن حي سيناء، يعني هي في المنطقة، يعني هم الجماعات الجهادية عامة بالسيناء. نعم، شيخ نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد في مصر، شكرا جزيلا لحضرتك.